20% نسبة المصابين بمرض السكري في الكويت، معدل وضع البلاد ضمن أعلى 10 دول في العالم، فيما النسبة لمن تزيد أعمارهم فوق 45 عاما تغارب 40%. الأرقام للأسف عالية، هي أقل من السنوات السابقة، لكن معدل انتشار اليوم المرض بالمجتمع الكويتي هو 20%. يعني بطريقة أخرى عشان نشرح للمشاهدين، 1 من كل 5 بالكويت قد يكون مصاب بمرض السكر، سواء من النوع الأول أو الثاني. اللي ما فوق 45 سنة أعمارهم النسبة تزيد إلى ما يقارب 40%، هو طبعا يزيد مع العمر. فالمعدلات هذه أمانة معدلات عالية، الكويت في مصاف 10 دول الأعلى نسبة من ناحية الانتشار لمرض السكر بالعالم للأسف. ارتفاع نسبة السكري لم تقتصر على الكبار فقط، بل أصبح معدل الأطفال المصابين بهذا المرض في ازدياد. بيجونا مصابين بالسكر نعم، وزي ما حكيت لك السبب بيكون عدم الاهتمام في النمط الغذائي. يعني ممكن يكون الواحد ما مش فاطر ولا متغدي ولا متعشي، يجينا اخر الدوام يصير له هبوط. الاطفال بشكل عام في المدارس بيعانوا من السكر اكيد، وهذا تنعكس سلبا على الصحه الفمويه. كثير من الاهالي اولياء الامور بيختلطوا ما بيفرقوا انه اذا كان في عندي مريض في السكر راح ياثر سلبا على الصحه الفمويه، راح يصير في عندي زياده في الالتهابات اللثويه. ويشير الأطباء المختصون إلى وجود نمطين من الإصابة بالمرض، أولها السكري من النوع الأول وهو خطير في بداياته، في حين تتسبب العادات الغذائية غير السليمة في الإصابة بالسكري من النوع الثاني الذي يشكل 90% من حجم الإصابات. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.